ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفي ما يلي بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20 الصغرى 12، اسكندرية 19 12، مطروح 19 10، بورسعيد 21 11، إسماعيلية 21 9، وجو معتدل. بالنسبة للسويس 21-10، العريش 22-9، طابة 20-10، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 21-12، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 23-6، أسوان 22-9، الوادي الجديد 22-5، شلاتين 24-14، حلايب 22-12، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.